هذا مكان مطلوبه منا زيارته. احنا الحين في تنزانيا، تحديدا في قريه بيزي بيتش. هذه القريه الفقيره النائيه اللي فيها مجموعه من الاسر. هذا مكان المفروض انه مكان للتعليم. في هذا المكان يجتمع الكبار والصغار بشتى مراحلهم التعليميه، تختلط الاصوات فتقل المعرفه. امنيتهم ان يكون عندهم فصول، ساهموا معانا في ايجاد هذه الفصول اللي باذن الله تبارك وتعالى راح تغير حياتهم. نعم انها فصول دراسيه، ولكن صدقني تعني لهم الكثير والكثير.